طيب انا كيف نختبر هالنقطه؟ يعني انا كطبيب، قبل ما نحكي عن الاهل، انا مثلا في عندي مريض تشخص اخطر الامراض، خلينا نقول سرطان، خلينا نقول سرطان ومرحله رابعه اللي هو المراحل المتقدمه، منتشر يعني. انا كيف فيني اختبر رغبه المريض بمعرفه التفاصيل؟ شو لازم اعمل؟ يعني اروح لعند اقول له بدك تعرف حالتك؟ لا، ما اظن مناسبه. لا لا لا، بشكل مباشر يعني فيك تسأله. طبعا في عدة أسئلة، يعني فيك تسأله بشكل مباشر، ولكن مو تقول له أنت معك مرض خطير وأنا حاببني أحكي معك ولا أحكي مع الأهل، يعني هيك يعني فضوله راح يزعجه يعني. ولكن أنت بشكل ودي فيك تقول له إنه نحن حاليا عم نعمل استقصاءات، أو نحن حاليا عم نوصل للتشخيص، وبعرف إنه أنت حواليك عيلتك وهن عم يساعدوك وهن موجودين معك. شو انت قديش حابب تعرف انت عن حالة مرضك؟ هل بتحبني اني اتواصل معك بشكل مباشر، ولا بتحب يتم التواصل عن طريق اقربائك؟ وحتى يفضل انه تعمل هذا النقاش بعيد عن اقربائه، مشان ما يشعر بالضغط انه انت انه هن قدامهم. لا يا اخي، خلاص هن موجودين، هن ثقة. حاول تحكي هذا انا الحكي. عندي وجهه نظر مختلفه عن موضوع غياب وجود الاهل، تفضل. لانه مرات انا عم قيسها باللي بنعرفه بمجتمعاتنا صراحه. الابن او الابن ما حيسمح لك تقعد مع والدته او والده وتحكي له بدون ما وجوده. يعني ربما الشخص اللي هو صاحب القرار بالعيله اللي هو الابن الكبير بيكون اول شيء بدي اكون اقنعته باني انا بدي احاول، ما بدي احكي للوالد او الوالده اي شيء، بس حابب اعرف قديش بدهم معلومات. فربما بوجود الابن اني عم احكي مع الوالد او الوالده او المريض يعني صاحب العلاقه انه انا حكيت مع فلان، حكيت مع ابنك الفلاني، شرحت له الوضع، فانت قديش حابب تعرف عن مرضك مثلا، او شو مدى المعلومات والتفاصيل اللي حابب انا اتواصل معه مثلا. لانه صراحه انا ما بدي يعني مستحيل الاهل يسمحوا لك تحكي مع المريض صراحه. عم هلا احكي على مجتمعاتنا الشرقيه، ما بيخلوك، نعم، والله ما بيخلوك هلا تعمل شيء. هي رح ترجع بقى لمعرفتك انت بالاسره. هلا في مرضى كمان. هلا مثلا اذا اجاك مريض كبير بالعمر، انت هو اساسا ما بده يتواصل معك، قال لك اخي ابني موجود او اختي موجوده، تفاهم معهم. انا ليش دائما بقول انه انت لازم تلجا للمريض وليس لاهله؟ وانا بوافقك تماما انه كل مجتمع له خصوصياته، ورح يكون مهمه الطبيب صعبه جدا انه يتحدث مع المريض نفسه، وممكن حتى تاثر على ثقتك بالتعامل مع اهل المريض. ولكن السبب انه انا ما بدي، انا صراحه الرعايه عم قدمها للمريض وليس لاهل المريض. فانا ليش مشكلتي انه بالحوار مع اهله قبله هو؟ لانه ممكن هن يكون في عندهم فوائد مختلفه، ممكن في عندهم بنفيتس نحن ما بدنا بنعرفها، ممكن في عندهم حوارات عائليه ومشاكل عائليه نحن ما بنعرفها. ممكن هذا سواء حتى وان كان ابن، ما بده الاخوه الثانيين يعرفوا، ما بده الابناء الثانيين يعرفوا، ما بده الام تعرف، ما بده، ممكن مشان ورثه، ممكن مشان اي شيء نحن ما بيخطرنا. مشان هيك نحن واجبنا في عنا اتجاه كاطباء، اتجاه الاسره، ولكن فعلا هو اتجاه المريض. فانت بشكل ودي، انا ما دائما، ما ضروري يكون بشكل صدامي، فيك تساله للمريض، فيك دائما تقول له انا يعني حابب، يعني بدك كان نحكي مع ابنك او مع بنتك او كذا. وفيك ده يعني مثل ما قلت لك، يعني لازم هذا الشيء بناء على علاقتك مع الأسرة. ولكن إذا أنا بتسألني كباسل وأنا جيت انطلب رأيي بهذا الموضوع، الشيء العملي أكثر بنصحك تعمله، وأخذا بعين الاعتبار إنه أنت واجبك أولا وأخيرا باتجاه المريض.